كيف يكون القلق إيجابيا؟ ما هو القلق؟ أهلا بكم في هذا الفيديو القصير والذي سنتناول فيه موضوع مهم وهو موضوع القلق. ما هو القلق؟ القلق هو شعور غير مرضي بالنسبة لأي إنسان، شعور قد يترتب عليه الانزعاج الداخلي، يترتب عليه أمور تغيرات طبيعية في الجسم. هذه التغيرات سنأخذ منها جانبين. الجانب الأول هو جانب إيجابي. هل القلق إيجابي؟ في هذا الفيديو سنتناول الجانب الإيجابي. نعم، القلق هو إيجابي، ولكن إيجابي في مستويات معينة، فإذا تجاوز هذه المستويات يصبح القلق سلبي. فنحاول جاهدين على أن نستثمر القلق بالشكل الإيجابي ونحافظ عليه بحيث أن يكون في المستوى الإيجابي فقط ولا يتعداه إلى المستوى السلبي. الآن كيف يكون القلق إيجابيا؟ لو أخذنا طالب في مدرسته، طالب في جامعته، موظف في وظيفته، يساوره القلق من ناحية الأداء الوظيفي، من ناحية مقدرته على أداء مهامه. الطالب في كليته أو في مدرسته أو في جامعته كذلك يساوره بعض القلق، فهل سيكون قادر على النجاح في اختباراته؟ هل سيتجاوز الاختبارات ويترفع إلى أو ينتقل من مستوى إلى مستوى آخر بشكل سلس أو لا؟ فهذا القلق موجود دائما، ولكن يجب أن يكون هذا القلق حافزا على أن يحفز هذا الطالب في الاستمرار في الأداء الجيد، وبالتالي أن ينتبه في محاضرته، فهو عامل يشجع الشخص على أو الطالب على انتباه في محاضرته ومتابعتها حتى يتمكن من جني الفائدة الكاملة من تلك المحاضرة، وكذلك العامل في عمله أو الموظف في وظيفته أن يكون متيقظا ومنتبها إلى أداؤه وإلى الخطوات العمل التي يقوم بها بحيث تكون يقوم بهذا العمل بالشكل الجيد. ولكن إذا ارتفع مستوى القلق فبالتالي في هذه الحالة سيكون معيقا له على الانتباه، مشتتا لانتباهه، مشتتا لتركيزه في تلك المهمة، وبالتالي الأداء سيكون أضعف، مستوى الاستيعاب سيكون بشكل أضعف. فدائما نحاول أن يكون نحافظ على القلق الإيجابي، القلق المحفز، القلق الذي يساعدنا على إنهاء مهماتنا وتجاوز العقبات التي تواجهنا في حياتنا اليومية ونقوم بتخطيها وبأداء المهام الوظيفية لنا في حياتنا اليومية بالشكل السلس والذي يساعدنا على الاستمرار بالحياة بشكل مريح ودون أي انزعاجات أخرى، ويؤدي إلى أمان وظيفي، يؤدي إلى أمان في التحصيلي بالنسبة للطالب. فهذا هو الجانب الإيجابي. فالجانب الإيجابي من ناحية القلق، نعم هنالك يجب أن يكون هنالك قلق في مستوى بسيط، هذا القلق يكون كحافزا محفزا لهذا الشخص على أداء واجباته بالشكل الصحيح. أما إن لم يكن هنالك قلق محفز، فبالتالي سيقوم الموظف بإهمال واجباته، سيقوم الطالب كذلك بإهمال واجباته وإهمال محاضراته، وبالتالي لن يكون هذا الأمر إيجابي. نرجو أن تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة
الفيديو القادم إن شاء الله سنتناول بعض الجوانب السلبية والجوانب الأخرى التي تؤثر على الطفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.